الأرض وهو يدافع عنه وهو يدافع عنه يسمى شهيداً شهيداً. طيب شو عبنا نكتب؟ أحب وطني إيه؟ وأدافع عنه بكل أسلحتي. فيك تقول وأفديه، نحب نحكي عن هون الفداء. أحب وطني وأفديه بدمي، نحن عم نحكي عن الفداء هون، مزبوط؟ إيه. مثلما فدى الإمام الحسين الإسلام بدمه، الإسلام بدمه. كتبتها؟ حط هوني ألف مزبوطة. زهراء شو عم تعملي؟ أفدي. شو عم تحضري؟ عم بحضر إمام علي. ما في إمام علي؟ إيه وين صرتي؟ صرت وقت نايم عشان ما يقتلوا الكفار. شايفي علي كمان هاي القصة فيها نكتبها عن الفداء، إنه الرسول لما كانوا بدهم يقتلوا الكفار إجا الإمام علي نام محله، يعني فداه بنفسه. كلنا منعرف يا أحبابنا الصغار إنه على زمن الرسول صلى الله عليه وآله كان أبرز الناس اللي دافع عنه هو عمه أبو طالب، وأبو طالب كان عنده أولاد، واحد من هالأولاد كان الإمام علي عليه السلام، وأيضا كان في عنده ولد اسمه عقيل. عقيل أيضا كان عنده ولد اسمه مسلم. مسلم بن عقيل كبر وصار أحد أنصار الإمام الحسين عليه السلام. مسلم بعت وراء الإمام الحسين عليه السلام لأنه بيوثق فيه أنه هو بيقدر يحمل السر وبيقدر يوصل الأمانة. قال له لمسلم أنه في كتب عم بيبعتوها أهل الكوفة، تعرفوا شو عم بيقولوا أهل الكوفة للإمام الحسين عليه السلام؟ صحيح عم بيقولوا له أنه هن حابين أنه يجي الإمام لعندهم لينصروه وليبايعوه وليقاتلوا يزيد الفاسق والفاجر. لما كترت الكتب يلي عم تجي لعند الإمام من أهل الكوفة قرر إنه يختبر الإمام الحسين عليه السلام قديش أهل الكوفة صادقين بأقوالهم وبكتبهم. لذلك بعت مسلم بن عقيل مثل ما قلنا لأنه هو بيوثق إنه مسلم رح يوصل الأمانة ورح يكون قد المسؤولية. مسلم حمل أغراضه وودع عياله وانطلق على الفرس إلى مدينة الكوفة. لما وصل مسلم على الكوفة دخل عليها وعرفوا العالم إنه هيدا رسول الإمام الحسين عليه السلام، فركضوا لعنده ليبايعوه بمسجد الكوفة. بتعرفوا قديش اجتمع عنده بالمسجد ليبايعوه؟ اجتمع عنده 30,000 شخص كلهم عم بيبايعوا الإمام الحسين عليه السلام. هون لما تأكد مسلم بن عقيل إنه هالعالم حقيقة بدهم ينصروا الإمام بعت رسالة مسلم للإمام الحسين عليه السلام لحتى يعجل ويجي على الكوفة. ولكن بهيدا الوقت يزيد دخل على الكوفة وصار يرهب العالم ويخوفهم ويقلن إنه في جيش كتير كبير رح يجي من الشام ويقضي عليهم إذا هن بيضلوا بدهم ينصروا الإمام الحسين عليه السلام. هون في ناس وخافت دغري وقررت إنه ترجع عبيوتها، فصار يقول لهم يلي بيترك بيعة الإمام الحسين عليه السلام رح يطلع له مال كتير. هون العالم بلشت تتفرق عن مسلم بن عقيل وبلش مسلم يحس حاله وحيد. لما صلى مسلم صلاة العشاء بالمسجد طلع وراه تتوقعوا انه ما لقى معه ولا واحد حتى يدله على الطريق. مسلم بهيدا الوقت صار وحيد، صار لحاله، ما عارف شو بده يعمل، ما عارف لعند مين بده يروح، صار غريب بهيدي المدينة يلي هي منا مدينته. مسلم التجأ لعند بيت دق عليه، وإذ هيدا البيت بيكون بيت طوعة. طوعة هي وحدة من المؤمنات يلي بتحب الإمام الحسين عليه السلام وبتحب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. طلب من طوعة إنه تسقيه شربة مي، فجابت له طوعة إبريق ماء، شرب منه مسلم بن عقيل ووقف قدام الباب محتار. سألته طوعة ليش ما عم بتروح على بيتك؟
ليش ما بتروح وبتنام ببيتك مثل كل العالم؟ هون قال له مسلم بن عقيل: أنا ابن عم الإمام الحسين عليه السلام، وهو هلأ جاي على الكوفة. هون طوعة لما عرفت مين هو مسلم دغري دخلته على البيت وقعدته بغرفة عندها، وصارت تجيب له الأكل والشراب كل الليل. نفس الوقت كان مسلم عم بفكر بالإمام الحسين عليه السلام وبغربته، وإنه هو جاي على أرض هي أرض غريبة عنه وما في إله أنصار فيها. ابن لطوعة كان رجل شرير، وسولت له نفسه وأمرته نفسه أنه يروح يفتش على مسلم بن عقيل. رجع ابن لطوعة بالليل على البيت ولاحظ أنه في حركة غريبة، في حدا بقلب البيت. لما سأل أمه وما كانت تقله صار يفتش لحتالي عرف أنه اللي موجود هو مسلم بن عقيل يلي أعطى عبيد الله بن زياد جائزة كبيرة للي بيعرف مكانه، وقرر تاني يوم الصبح أنه يفشي السر لعبيد الله بن زياد ويقول له أنه مسلم بن عقيل موجود عندهم بالبيت. عبيد الله بن زياد تاني يوم الصبح مباشرة جهز جيش كتير كبير ليروح يأسر مسلم بن عقيل. سمع مسلم بن عقيل صوت الخيل وصوت الجيش برات البيت، حمل سيفه وخرج من البيت، ودع طوعة وشكر لأن حمته ووعد أنه جزاء رح يكون الجنة إن شاء الله. صاروا يرموه بالسهام ويضربوه بالسيوف ووقعوه بحفرة وقدروا يأسروه. وهنيك كان المصاب العظيم مسلم بن عقيل، طلعوه على قصر الإمارة ورموه من على سطح القصر، وهيك استشهد مسلم بن عقيل، استشهد رسول الإمام الحسين عليه السلام. هاي كانت قصة مسلم بن عقيل، أحد أبطال كربلاء يلي نصر الإمام الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. هلا رح نستمع للطمية تحكي عن مسلم بن عقيل وعن شجاعة مسلم بن عقيل والقيم يلي قالنا عنها مسلم بن عقيل. مسلم مني سلام يا ناصرا للإمام، مسلم مني سلام يا ناصرا للإمام، دمك ضوء الفداء باق من عام لعام، باق من عام لعام. مسلم مني سلام يا ناصرا للإمام، مسلم مني سلام يا ناصرا للإمام، دمك ضوء الفداء باق من عام لعام، دمك ضوء الفداء باق من عام لعام. مسلم إني ألك رافضا غدر عيدك، مسلم إني أراك رافضا غدر عيدك، أرتجي يوم عطاك وله أكف خطا، أرتجي يوم لقا وله أكف خطا. مسلم مني سلام يا ناصرا للإمام، مسلم مني سلام يا ناصرا للإمام، دمك ضوء الفداء دمك ضوء الفداء باق من عام لعام. مسلم مني سلام يا ناصرا للإمام، مسلم